مدينة مغنية كبرى المدن الجزائرية الواقعة على الحدود المغلقة مع المغرب منذ 16 سنة، وضع أفرز نشاطا مزدهرا بالمنطقة، تهريب الوقود حول محطات البنزين، طوابير طويلة تقف فيها سيارة من يسمون هنا الحلابة أو المهربون، سيارة من طراز رونو 21 أو سيارة مرسيدس، قاسمها المشترك خزان وقود من الحجم الكبير. ففي الجزائر البلد المنتج للنفط لا يتعدى سعر الغازوال 13 سنتا، سعر يقل بعشر مرات عن نظيره في المغرب. في الطريق إلى مدينة وجدة هناك داخل الأراضي المغربية سيبيع هذا المهرب ما حمله من وقود في السوق السوداء. باش لحق الطوموبيل بعت الاخر، بعت الصوالح تاع الشيبانيه، بعت الاخر الصوالح تاع المراه باش درت الطوموبيل وتروح تخدم. 40000 واش غادي دير لك؟ 40000 الاخر تجيب لك الخبز والحليب. بلقاسم يدرك جيدا ان مدخوله الضئيل تحيط به مخاطر كبيره. الاخر دير دو فواياج 1000 دينار بار جور وانت في الريسك. حلاب بون فيها الاخر عام حبس لا عامين، ها هو عندك خمسه تاع الدراري ولا سته بون مين غادي ياكلوا. نسلك الطريق المحاذيه للحدود خلف شريط من الاشجار يفصلهم عن الجزائر. هؤلاء المواطنون المغاربه يعبرون لنا بالاشارات عن مساندتهم للمنتخب الجزائري لكره القدم في مونديال جنوب افريقيا. صوره تعكس التلاحم بين الشعوب المغاربيه في انتظار اتحاد الحكومات. شاردين برياح مراسل صحيفة الوطن في المنطقة يؤكد لنا أن أنشطة التهريب هنا لا تقتصر على الوقود. تهريب البنزين، تهريب الأقمشة، تهريب المواد الغذائية والفواكه، كل شيء من هو قابل للتهريب. منتجع بورسي في أقصى غرب الجزائر تفصله عن المغرب بحيرة صغيرة. هنا هذا الذركي يقر بأن كل شخص يمكنه العبور إلى الضفة الأخرى مقابل 20 يورو، العبور إلى مدينة الصعيدية المغربية في انتظار إعادة فتح الحدود التي تطالب بها الرباط، وإن كانت الجزائر تعتبر أن أوان هذا الإجراء لم يحن بعد.